المؤمن الصادق الذي علمه الله يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. العالم الغربي أخذ بالأسباب أخذاً مذهلاً، لكنه اعتمد عليها وألهها، وقع في وادي الشرك. والعالم الإسلامي لم يأخذ بها، وقع في وادي المعصية. فبين عالم وقع في الشرك الأصغر أو الأكبر، العالم الغربي وقع في الشرك وعالم المسلمين وقع في المعصية، فبين أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تنسى الله وأن تؤلهها، وبين أن تأخذ بها وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني اللقاء غير المهم دعوه الآن، اللقاء غير المهم، لأن الله عز وجل قال وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. ممكن كائن لا يرى بالعين يلغي الصلاة بمكة؟ ممكن يصل لأمريكا؟ وصل لكل بلاد العالم. لكن الكلمة الدقيقة من رسول الله لا تقدر بثمن، قال لا عدوى ولا طيرة. في عدوى، العدوى قائمة، يعني لا عدوى إلا إذا أذن الله، لا عدوى إلا إذا أذن الله، يعني الله بيده كل شيء، بيده هذا الكائن الذي لا يرى بالعين. يعني في تفسيرات لا تعد ولا تحصى، بس ملخصها الله كبير. مهما كنت قوياً، مهما كنت متفوقاً، أنت في قبضة الله. بلحظة تنقلب الموازين، تنقلب الحظوظ. فلذلك يعني الأولى الإنسان الحركة غير الهادفة وغير الضرورية يبتعد عنها الآن. لذلك ابتعدوا عن المصافحة وعن الاقتراب من الشخص. يعني رؤساء دول بأوروبا ما عادوا صافحوا، لبعيد لبعيد، يعني احتياط. ما هذا المرض؟ والله شيء لا يصدق، أقسم بالله أنا عم تابع المرض، بقرأ الآية بقشعر بدني، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. يعني أنت مثلاً عندك موظف، كم خيار معك له؟ إذا مستقيم بتخليه، في أخطاء كثيرة بتلغي له عمله، بتعاقبه أو بتهمله أو بتصرفه. أما الله عز وجل له معنا مليار خيار، مليار، يعني كائن لا يرى بالعين إطلاقاً. وصل لأمريكا، بدأ من الصين، والصين يعني في إقليم مسلم الغور أخذوا أولادهم كلياً، يعني في أشياء تفوق حد الخيال. لذلك الله كبير، بطولتك أن تستقيم على أمر الله وأن تتوكل عليه. الثالثة وأن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، أي مسهلة، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني للتقريب، عندك سفرة للعقبة، نحن بالأردن بتراجع المحرك والزيت والمكابح، بتراجع كل شيء بالسيارة. أنت الآن أخذت بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. العملية ليست سهلة، الأخذ بالأسباب يوهم النجاح.
تنسى الله، وعدم الأخذ بها ينقلك إلى التواكل. يا رب من غيرك، وين استقامتكم؟ بيتك مسلم، لقاءاتك إسلامية، سهراتك إسلامية، دخلك إسلامي، علاقاتك الاجتماعية إسلامية، أوقات فراغك إسلامية. تابعوا فعل الله فينا. الله يحبنا جميعا، خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني للتقريب، لو في 20-30 وحش كاسر جائع، وكل هذا كل هذه الوحوش مربوطة بأزمة متينة بيد جهة رحيمة عليمة حكيمة، فأنت علاقتك مع الوحوش أم مع من أمسك بأزمتها؟ فإذا أرخى حبل أحدها وصل إليك، فإذا أبعده عنك نجوت منه. علاقتك مع من؟ مع الله. لذلك لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. هاتان الكلمتان فيهما ملخص الملخص. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. علاقتك ليست مع الوحوش الكاسرة الجائعة، علاقتك مع من أزمتها بيده. الأزمة بيد الله عز وجل. لذلك أتمنى أنه هذا المرض، شو اسمه؟ كورونا، وصل لهذا البلد الطيب، وصل. فيعني نلغي المصافحة والعناق، نلغيها إلى حين. نعم، والحافظ هو الله، لكن ينبغي أن تأخذ بالأسباب، وكأنها كل شيء، وأن نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.